صوت عمي كامل قررت الشيوخ عتاب وعتاب كلها من ضمنها انا خادم لكم. نعم لك شيخ. احنا عطوه ماكو، لا نطلع عطوه ولا نطلع هدنه ولا عندنا شيء. احنا سلمنا امرنا وين القانون اخويا، والقضاء هو ياخذ مجراه، وظلت راح نطلع فتره للقضاء وللدوله خلال هاي الفتره. اذا ما يسلمون هذول الجنات احنا عندنا راي اخر، وإن قاعدة أخرى إن شاء الله، والقاعدة الثانية بعد تعرفون كلامي ما أريد أحكي لها أنا كنت تصوير. سمعت أول ونعم لك شيخ، نعم ونعم لك. أنا خلنا أسولف عليكم، أنا أشكركم على غيرتكم. قدام عصام راشد أنا لك أحياكم. قدام جناح اللي أطير بيه. وانت شرفي، وانت مكلمتي، وانت خيرتي، كل عتاب من الكبير للصغير ما قصرتم. هاي وقفتكم، وهذا ولو اسمكم انتم ما مقصرين عنا، هذا اسمكم وهذا شاكم عتاب. ناس عتاب يا بخ نسمع التفاره بالحبه شغله بعد ما احنا اول ما بدينا بالحكمه والعقل، اول يوم الجنازه واول يوم الحادث نستمر بحكمتنا وعقلنا خلال فترة مو طويلة. دوم حكم العقل ما ترهم، لا تطول لا تطول فترة. إذا ما إجونا على الدرب ذيك الساعة قلت لكم كل حادث إلى حديث. الفترة إيش قد؟ النشامة خلنا نريحكم. خلنا نريحكم، سمعوني، لا من باب ضعف ولا من باب يعني أي باب، قادرين نسوي كل شيء. بس والله وتالله وبختكم أنتم بخت عتاب، حفاظا عليكم حفاظا على شباب عتاب. شباب عتاب اخواني، كبار عتاب اخواني، اهلي ناسي. ما اريد واحد خسره، وما اريد شايبه خسره، وما اريد بيتي ينعم من وراي. ايش اقول لك على هذا الاسم؟ اسمعوني، صارت قضيه عد من حكيه مال زياد، انا حكيتها هسه والكتل شيخ البزياد العام، والبزياد كلها فزعت وقالت هسه اليوم نفزع البجياش. ريال هو ابوه هذا الشيخ، يا لهم عمي شوفوا اليوم عندنا مره واحده تبكي. ما اريد انا باكر النسوان العرب كلها تبكي من وراي والسبب ابني. فمن هذا سمعوني، انتم اهلي وانا احتز بيكم، وانا اخاف عليكم من هاي على قولت هذا العود هذا. شوفوا احنا ان شاء الله ناخذ حقنا وناخذ على قولك نريده بالعقل والحكمة. وحتى لو كان عندنا نية أن السلاح أو معركة تصير بتخطيط وباحترام وتفكير، بحيث إحنا نكون على قولة تقول ما خرجنا صحيح، ما نطي خسائر. فأنا أشكركم وجزاكم الله ألف خير، ونعم الله عليكم وما قصرتم. ظلت احنا عمي سمعوني امام عتاب المحافظات، احنا المحافظات ما لنا شغله بيه. الحاتم ذاك المحافظات ما كاتلنا الريال، بس اللي يتجاوز سهله والله، اللي يتجاوز عليكم انتم تردونه مبينين، تعرفون شلون تردونه. سمعتوني؟ ظلت هنا اهل النصر، احنا عندنا قضيه وهي النصر وهي الحاتمه للنصر. اخوي نشامي بس خليني اسولف عليكم. هاي الناس خلنا نكون واقعيين، وانتم كلكم اهل حظ وبخت، وكلكم ولد مضايف ودواوين. اعطيني مجال شيخ صارين، وكلكم اهل رحمان. لا تتصورون شيخ العام يقول لابوي روح اقتل ذاك الشيخ العام. بالنسبه شيخ بن رشاب الريال ما يقدر يقول لهم روحوا وقتلوا ابو لؤي، مستحيل يقولهم. وبالنسبه حتى هذا الشيخ الحاتم عم يشوفوه هذا الشيخ صح، ما متعاون ويانا وما اعطانا شيء نريده على قولته يقول، وما يعرف شلون الهير.
بس كذلك الريال ما قابل هم يروحون يقتلون ابو لؤي. ناس جهله، ناس خاجين على القانون، ناس مو محترمين، ناس شريد سوا على قولتك يسووها. فاترجاكم انا اريد احميكم والكل شيء، عتاب انتم اهلي وعيد وارجع عتاب، انا اعزكم واحبكم وانتم جناحي اللي اطير بيه وانتم سمعتي. فانا اترجاكم التزام هذا الحكي وبدون اي تصرف شخصي، واللي يتصرف شخصي ترى يتحمل مسؤوليته. نفس الحاله شلون لمتكم هاي الحلوه اليوم واللي رفعت راس خلال انتم دقائق تلتمون، وذيك الساعه احنا نعرف شلون ناخذ حقنا. وجزاكم الله الف خير الجزاء. ما نريد هالطور، ما نريد هالطور. شيخنا فينا ليله وحديه. المهله انا اشرح لكم، انا اشرح لكم، تعالوا خلوها يمي المهله. انا اريح لك والله. كفو والله. كفو والله. اليوم معلومه وعدين وعدين والله في داييننا والله في دمنا والما في تودينا ودنا احنا احنا الصوارة بعادل اشكر اخواني عتاب المختلف اللي صدروا بيانات واللي وفوا الناس واللي عزونا وجزاهم الله الف خير. ولو هم اعيد اقول ما محشمين لان هذا اسمهم وعنوانهم ومشكورين وجزاكم الله الف خير. ان شاء الله نلتقي عن قريب ان شاء الله. العناد شيخ.